أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفنا لهذه الحلقة الأديب والأكاديمي الأردني الدكتور أنور الشعر. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. الشعر وما له من إيقاع جميل على القلوب، أثرنا أن يكون له فقرة في هذه الحلقة ووقفة مع الشعر. نسم ارتفاعا كلما ارتفع الوطن، ونكون أكثر لحمة بعد المحن. كنا وكنتم مثل ما قال الأولى، كلماتنا تسري بليل مشتجن. نبقى أسارى سائرين بدوحه، ما أشجع الكلمات في وطن وعن. من أول التاريخ كنا راية تهدي الأنام، وجيشها هدم الوثن. يا سيد الأوطان، جئتك راغبا مستفهما عن بعض أيام الفتن. قل لي بربك، ما الذي أغراهم فيك استباقا عبر دورات الزمن؟ قل لي وعرف من هم كي أتقي هذا الوباء وذاك بياع العفن. لم يكترث وطني لجنح تساؤلي، وأجابني كانوا ولم يكن الوهن. في دورة التاريخ بعض إجابتي، والسر كل السر في هذا الوطن. وأجابني هذا عراقك مارد مستنهض في كل معترك الشجن. وطن لنا شجن به ذا سرنا، هو فيصل الفضل المؤطر بالمحن. تبكي كأنك فاقد متهالك من دون إدراك الصحيح من الحسن. مرت على الأوطان أحقاب بها نال الأعالي من أسافلها الإحن. حاولت أخرى أن أعيد مكرراً، ما بال أوطاني تضيع بلا ثمن. وكأنها ماتت بلا أهل، ولا أحد يوفر مكرما سعر الكفن. فأجابني الوطن المعذب عاتبا،
لا تشك جرحك يا بني على العلن، ضعفت بلاد واستعادت مجدها، فبهمة الأبناء يرتفع الفنن، والأصل فيها أن تكون حياتنا لسموها في كل حال نؤتمن. لا تسمحوا للضعف يمرق خادعا أو أن يؤثث في نفوسكم السكن. الكتاب هذا الجليس الجميل آثرنا أن تكون له مساحة جميلة أيضا، وفقرة هذا كتابي. أنا الكاتبة والباحثة والناقدة الأردنية الدكتورة دلال عنبتاوي، أحب أن أتحدث قليلاً عن كتابي الأخير فيما يتعلق بنوع جديد من الإبداع، وهو القصة، والقصة القصيرة جداً. يمكن اعتدنا أن تكون القصة هي ذات الحضور أو المحضية في الحضور النثري، لكن أن يكون هناك قصة قصيرة جداً هذا مصطلح جديد، ويكاد يكون شائك كذلك، لأن هناك من يقول لماذا قصة قصيرة جداً؟ القصة القصيرة جداً ليست ومضة لكنها قصة، وأنا أنحاز هنا إلى ضرورة الاهتمام بتقنيات القصة التي اعتدنا عليها. يعني أن أكتب قصة قصيرة جداً لا يعني أن أتخلى عن كثير من العناصر الأساسية للقصة، فالقصة مكان وزمان وحدث وشخصيات وعقدة وحل، ويجب أن يكون هناك هذه الملامح حاضرة في القصة القصيرة جداً، مع الاتكاء على ما تم التواضع على مميزات الخاصة في القصة القصيرة جداً، يعني الإدهاش، محاولة أخذ القارئ إلى كسر أفق التوقع، بمعنى أن من يقرأ يتخيل أو يضع نهاية من عنده، لكنه حين يقرأ القصة يجد أن هناك كسراً لأفق توقعه في هذه القصة. وكثيرة هي القصص التي أوردتها في هذا الكتاب، وكان عدد القصص 100 قصة تقريباً، كلها ملامح لوجوه عدة، وهذه الملامح أنا أعرفها، رأيتها وتعاملت معها، لكنني وظفتها بشكل إبداعي. يعني أخذت هذا الملمح وطورته إبداعياً، بحيث لا يستطيع الشخص أن يرى نفسه كما هو، بل هو يرى نفسه الآن هو ملمح جديد. طبعا سلط الضوء على كثير من القضايا. البعض قال أنني ذهبت في هذا الكتاب إلى الانتصار إلى المرأة والوقوف معها من البداية حتى النهاية. لا، أنا الحقيقة تناولت نماذج لأشخاص يعيشون حولنا، البعض منهم استطاع أن يتغلب على ألمه وينتصر لذاته وينتصر في الحياة، وهذه النماذج التي نحب دائما أن تكون موجودة بيننا، ونتعلم دائما من تجارب الآخرين. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه الخطاطون وقدموا لنا أشكالا متنوعة وجميلة، كان له أيضا مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة نحاول يعني حسب طلب الإخوة المشاهدين أو حسب طلب الجمهور، أحيانا يودون أن يتعلمون كيف يتم تعليم الخط العربي. طبعا أنا حسب خبرتي في تدريس الخط العربي من هنا وهناك، الخط العربي يعتمد على موازين، يعتمد على قواعد معينة، يعتمد على ضبط معين. إذا لم ألتزم بهذا الضبط وهذه المقاييس وهذا الميزان، يعني لن أحقق أي تقدم ولن أفلح في أي شيء. ما معنى الميزان؟ ميزان الخط العربي
هو القاعدة اللي أنا أتقيد فيها لخروج بحرف مضبوط وجميل لاحقاً عندما أكتب جملة أو عبارة يعطيني جمالية عالية في ضبط السطر وضبط الخط العربي. طبعاً الميزان يتكون من شيء اسمه النقطة. النقطة ما معنى النقطة؟ النقطة هي النقطة في حالة إذا أنا مسكت هذا القلم نلاحظ أنه رأس القلم مقصوص أو مقطوط بشكل مائل، وفي حالة أنا مسكت القلم وكتبت في هذا القلم أكتب نقطة. النقطة هي عبارة عن شكل معين يتجه للأعلى، زوايا تتجه للأعلى. في ناس بيسألوا مثلاً، في أحياناً أشخاص بيسألوا ليش أنا ما أستخدم مثلاً المسطرة في قياس الأحرف؟ طبعاً الجواب على هذا، يعني على هذا السؤال، كل شخص يكتب بقياس قلم معين. فلان يكتب بقياس 2 ملي، فلان يكتب بثلاثة ملي، فلان يكتب بعشرة ملي. فلذلك القلم نفسه هو يعتبر وحدة القياس، بمعنى أنه إذا كتبت أنا نقطة، نقطتين، ثلاث، أربعة، خمسة، وكتبت الحرف، إذا ضبطت الحرف أنا ضمن خمس نقاط. فهذا هو الميزان. لكل خط عربي وخصوصا الخطوط الرئيسية هناك موازين للخط العربي، كل خط له ميزان يختلف عن الخط الثاني. طبعا الميزان وحده لا يكفي أعزائي، الميزان وحده لا يكفي. شو الذي يكفي؟ بعد الميزان يحتاج إلى التمرين والتدريب والممارسة. لا يجوز أن أنا أتعلم بس فقط أكتب الميزان وأنقط وأحفظ الميزان، لكن ما الفائدة إذا أنا حفظت الميزان وغير قادر على تركيب الكلمة والجملة والسطر والنص والفقرة وهكذا. الآن لو انتقلنا إلى تطبيق عملي للكتابة أو لتبيان موضوع الميزان أو كتابة مثلا كلمة في خط، خلنا نقول مثلا إحنا عادة نبدأ في خط الرقعة، يجب أن يبدأ في خطوط السهلة حتى يتمرن يده على الكتابة، تقوى عضلاته، يكون جاهز نفسيا ويعني وجسديا على مسك القلم والتحكم في كتابة القلم. الآن نأتي مثلا تطبيق عملي، أنه نمسك القلم ونوضح ما هي النقطة ونكتب مجموعة أحرف مثلا في خط الرقعة مبدئيا طبعا، ونوضح كيف تكتب هذه الأحرف. ممكن بعد، يعني أنا لن أتطرق إلى جميع الأحرف لأنه يأخذ هذا وقتا كثيرا طبعا، لكن ممكن نحط أمثلة مثلا، نكتب بعض الكلمات للتوضيح لا أكثر. طبعا مستقبلا هناك يعني دورات ممكن الإنسان يتعمق فيها، يتدرب فيها، يقوي نفسه، يحتاج لوقت يرجع إلى الأساتذة، لكن إحنا هنا بس للتوضيح الفكرة لا أكثر. نبدأ الآن في كتابة بعض الأحرف. لنأتي مثلا إلى حرف الألف لتوضيح فكرة الميزان. طبعا حرف الألف في خط الرقعة. الآن لو أنا كتبت هذا الحرف وهذا الحرف وهذا الحرف، من هما الأصح؟ هذا الحرف أم هذا أم هذا؟ هذا حرف الألف، لا أعرف. يعني أنت كمبتدئ، كطالب مبتدئ، لا تعرف ما هذا الصحيح أم الخطأ، لكن الصحيح يحكم الميزان. كيف ذلك؟ أني أعمل ثلاث نقاط على السطر، هذا هو السطر اللي بكتب عليه، وأبدأ من الأعلى. طبعا ميلان القلم يجب أن يكون باتجاه 60 إلى 65 درجة بشكل مائل لليمين مش للشمال، لليمين، يعني هناك مسكة معينة للقلم. الآن إذا بدأت أنا من الأعلى للأسفل يتجه الحرف من الأعلى للأسفل، لا يجوز كتابته من الأسفل للأعلى، هذا في حالة كتابة حرف الألف. لنأتي مثلا على حرف الباء. كيف أكتب حرف الباء؟ أولا هاي حرف الباء أنا أكتبه، هاي الحركة الأولى، واحد، أكتب صحن الباء، وبعدها أكتب نهاية الباء. كيف أعرف أنه ميزانها صح؟ لازم أوزن الحرف أنه من الداخل ثلاث نقاط، وارتفاع الحرف الكلي نقطتين لا يتجاوز هاي النقطة، تمام؟ هذا بالنسبة لحرف الباء أو التاء. طبعا حرف التاء له شكلين، الشكل الآخر اللي هو بسن،
بهذا الشكل، يعني يجوز أن نستخدم هذا الحرف أن نستخدم هذا الحرف. يعني مثلا نأتي إلى حرف مثلا حرف الجيم. حرف الجيم نحن نعلم أنه حرف الجيم من الأحرف التي تنزل تحت السطر، تحت سطر الكتابة، يعني في خط الرقعة مثلا هناك أحرف فوق السطر، وأحرف تستقر على السطر، وأحرف تنزل تحت السطر. تحت السطر احنا جمعناها في كلمة جمعة، جمعة اللي هو الجيم وحرف الميم والعين والهاء. يعني عندما أكتب أنا ما بصير أكتب حرف الجيم فوق السطر، لازم ينزل تحت السطر. يعني تطبيق عليه مثلا، هاي حرف الجيم نصفه الأعلى، ونصفه تحت السطر، طبعا ميزانه 3 نقاط. يعني إذا وضعت حرف ألف هنا يأتي حرف الألف بشكل مرتاح، رأس الألف الحاء نقطتين، ومن الأسفل 3 نقاط. يعني مثلا نطبق على الأحرف التي تنزل تحت السطر، مثلا حرف الميم، الميم جزء منه من الأعلى يتجه فوق السطر، والجزء الآخر تحت السطر. الموضوع متسع، لا يوجد هناك وقت كافي لتعليم جميع الخطوط الحروف والخطوط هذا يحتاج إلى أشهر وربما إلى سنوات. يعني مثلا خط الرقعة لو بدي أنا أدرب خط شخص عليه بشكل سريع يحتاج إلى شهر أو شهر ونص أو شهرين أو 30 ساعة تدريبية. لكن هناك في يعني كنت أود أنه أشير إلى مصطلح في العملية التعليمية اللي هو عملية تحسين الكتابة. تحسين الكتابة تختلف عن تعلم الخط العربي. تحسين الكتابة هو أنا أحس كيف أحسن خطي وأنه يصبح جميل، طبعا في قواعد معينة. هذه أعزائي نماذج قدمناها لكم، بعض الأحرف، ونتمنى لكم يوما جميلا. هذا الدار تقريبا عمره 175 سنة أكثر. وأشني عندنا ذولي الشناقيل يعلقون بها يعني لحم، وهاي قبل حتى لا أطلع عليها البزوني، هاي هكذا شيء على مود عالي. وهذا البيت أصليته كان مال بيت عمر أغا كشموله، يعني الله يرحمهم يعني توفوا كلهم توفوا. وهسه احنا ساكنين بينو البيت وعمرناه، يعني عم على حسابنا كملناه والشغلات النواقص هم كان بينو اضرار عن البيت. اشني هو بيت مصلي، هذا بيت اثري، يعني حتى جماعه الاثار يعني جو علينا شافونه صورونه وقال عن اهتنوا بينو، قالوا ان شاء الله عن نصلح لكم ولي البيت. الأقواص يعني شافوه كلية الأقواص طمشوا علينا على البيت، حتى أخذوا له للبيت يعني صور عن جماعة الآثار، وفاتوا على الرهرة طمشوا عليها الرهرة. يعني هم أشني عدنا السرداب إنها بينوا يعني بالصيف، أشني يعني السرداب يتميز يعني بارد بالصيف، تعرف عقدة وجصو حجر بارد، ما مثل يعني البناء الجديدة ساعة البلوك أو السمنت حار يصير. حسب ما نسمع أنه بناء مسيحي يدعى اسمه حنا الأسود، هذا اللي نسمعه من زمان. والله اللي ميزه مثل ما تفضلت الفرش والأقواس والرهارة، بس بيوت الصغيرة يعني ناس ضعفاء يبنوها سراديب.
يشبه شلون بيوت الشام سوريا يعني هكذا مقارب لها. الباب تشع بيوت اثرين انه باب قديم كلته داخل البيوت اشياء رهرات هي بيوت قديم بيوت اثري اشلون بيوت السوريين رهرات بيها بيوت اقواس بيها اكو بيوت عدل بيها شاشه الشكل مال اللحم قديم قناطر حلان مرمر قديم فغش اقواس نقشات محجلات شغبات تخشع يعني شغلات حلوه قديمه مال اهل الاول محتفظين بها لحد الان طبعا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الأديب والأكاديمي الأردني الدكتور أنور الشعر، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك دكتور أنور الشعر، ضيفا على فضاءات وقناة الرافدين. أهلا وسهلا بك أخي الحبيب الأستاذ والشاعر والإعلامي المميز محمد نصيف. الحمد لله على سلامة العودة إلى بيتك الأثير عمان، وهو الحب التوأم لك كما قلت في ذات قصيدة بين حبين. بين حبين، نعم. أهلا وسهلا بك. نسعد بلقائك دكتور. وأنا سعيد. الأديب والأكاديمي المميز أيضا في كل مجالات الأدب والإبداع دكتور أنور الشعر، حياك الله. حياكم الله. كتبت في الشعر والرواية والنقد أيضا، فأصدرت عدة أعمال أدبية يعني توزعت بين الشعر كما قلنا والنقد والرواية، والرواية. نعم. ومنها رواية رحابيل، حقيقة العنوان لافت وفيه إشارة كما أعتقد إلى المرأة التاريخية رحاب. رحاب، نعم. التي استخدم جسدها لتحقيق أهدافها، غاياتها. نعم. وأهدافها، واستضافت جاسوسين. نعم. من العبرانيين ليتجسسوا على مدينة هي من مدينة أريحة في فلسطين. نعم. نعم. ليتجسسوا على مدينة أريحة، ويعني هي رحاب اسمها. رحاب، أنت. نعم. أضفت لها إيل. رحابيل. نعم. وأعتقد هي إشارة إلى الكيان الغاصب، وهكذا أرى. نعم. نعم، هي إشارة للكيان الصهيوني الغاصب. وهذه رواية الأولى كانت يعني بعد حوالي 9 أعمال أدبية متفرقة. نعم. كانت الرواية الأولى لي، وتصف الجهود والمؤامرات التي قام بها الصهاينة من أجل تفتيت الوطن العربي لغرض إقامة دولة الكيان الغاصب على أرض فلسطين. نعم. فهي تمثل يعني تمزيق الوطن العربي مع الأسف إلى كيانات. نعم. يستطيعون السيطرة عليها. طبعا استخدموا فيها كل الوسائل والأساليب القذرة، حتى. نعم. أنه كان هناك مصطلح في الرواية اللي هي العمليات القذرة المسموح بها لديهم. نعم. طبعا تشمل كل أنواع العمليات القذرة. نعم. السؤال هنا رحاب، لماذا تم اختيار رحاب لهذه المهمة؟ وجاء الجاسوسان من بني إسرائيل قبل أن يدخل إلى نعم هي كما يسمونها. نعم، أبن هي رحاب حسب النص التوراتي. أنا أخذت. نعم. اكتبست في البداية يعني بين يدي الرواية مقدمة. نعم. بسيطة أخذت السفر اللي موجود منها، يعني هي شخصية توراتية. نعم. كانت تعيش في أريحة، وعندما أراد حسب الرواية التوراتية، وأنا. نعم. لا أحاكم طبعا النصوص الدينية، ولكن هكذا وجد في التوراة. نعم. أنه عندما أراد يوشع بن نون أن يدخل مدينة أريحة، بعث بجواسيس 2 أو 3 ليتجسسوا المدينة ويعرفوا مواطن القوى ومواطن الضعف، فلم يجدوا من يأويهم من جنود الملك إلا رحب. نعم. رحب كانت عبارة عن
صاحبة ماخور أو يعني بيت للدعارة، فآوتهم وأخذت منهم عهد أنهم إذا عندما يدخلون المدينة أن يخلوا سبيلها وأن لا يتعرضوا لها بالأذى. طبعا هم أوفوا بوعدهم، وعندما جاسوا عندما دخلوا المدينة أحرقوا، وحسب الرواية التوراتية أحرقوا كل ما فيها من بشر وشجر وكائنات حية، يعني حتى البهائم لم تسلم من أذاهم ما عدا هذه الزانية أو هذه المرأة، أخرجت من المدينة قبل أن يتم إحراق المدينة كاملة. نعم. فأصبحت بالنسبة لهم يعني رمز. نعم. من أعمالك النقدية الأخرى رحيق القوافي، دراسات نقدية في الشعر العربي المعاصر، تناولت فيه خمسة شعراء أردنيين: إبراهيم العجلوني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، السعافين، وسعد الدين شاهين، وعبد الرحيم جداية، وردينا آسيا. يعني لماذا وقع الاختيار على هؤلاء مع أن المشهد الثقافي الأردني والمشهد الشعري يعني يزدحم بكثير من الشعراء المبدعين، لماذا وقع الاختيار على هؤلاء؟ حقيقة الناقد لا يستطيع أن يحيط بكل الشعر الذي يصدر، كل يوم ممكن يصدر عشرات المجموعات الشعرية لشعراء قدماء وشعراء جدد، ولكن عندما أقرأ مجموعة شعرية وتجذبني أضعها على حذوة أبدأ بقراءتها بعد مدة وجيزة، فهناك شخصيات تجذبك، هناك مجموعات شعرية تجذبك أيضا، ولكن هي تمثل كنماذج. فاخترت أستاذي وشيخي الدكتور إبراهيم السعفي له مجموعة شعرية جميلة جدا تحدثت عن الحلم الفلسطيني، حلم العودة الفلسطيني، وأيضا رحمة الله عليه الدكتور الأستاذ إبراهيم العجلوني يعني له قصائد متميزة في فنا وموضوعا، ثم الأستاذ سعد الدين شاهين يعني قامة شعرية، ومجموعة نزف بريء الذي قدم دراسة لها يعني تحكي حكاية القدس يعني في ظل الاحتلال، ثم جاء هو الأستاذ عبد الرحيم جداية وأيضا له مجموعة متميزة، وسحرت بتوظيفه للثنائيات، يعني لابد في كل مجموعة شعرية أو رواية تجد شيء يجذبك لكي تدرس هذه. أما بالنسبة للأستاذة ردينا آسيا فهي صوت نسائي شعري واعد، وهي أول مجموعة لها في كفها حناء شمس، فأثرت أن أضيف لهذه الدراسة كصوت نسائي وكصوت ناشئ. نعم. لابد لأن نأخذ بيد الشعراء والشاعرات الناشئين والناشئات لكي يرتقوا بأعمالهم ونساهم في الارتقاء بالعمل الأدبي. نعم. في هذا الوطن. نعم. من المجاميع الشعرية التي اخترتها لدراسة تجربة إبراهيم العجلوني رحمة الله عليه هي تقاسيم على الجراح. على تقاسيم على الجراح. نعم. ما الذي أثار اهتمامك في هذه المجموعة؟ إنه إبراهيم العجلوني رحمة الله عليه كتب كثير من أصدر كثير من المجاميع الشعرية، وأصدر طبعا مجاميع. نعم. يعني كتابات كثيرة في الفكري والمجال الأدبي والثقافي. ما الذي أثارك في هذه المجموعة؟ هذه المجموعة أعتقد المجموعة الأولى وأصدرها عام 73 و900 و1000 يعني كان في مرحلة متقدمة، وهذه المجموعة أعجبني في أنها متقدمة جدا على الشعر اللي كان موجود في تلك المرحلة من حيث التشكيل الفني. نعم. فذهلت في هذه المجموعة وباقي مجموعاتي الأخرى، ولعل أيضا رؤية الشاعر التي تتمثل في الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة ممكن أقرأها اقتبست منها. نعم. في زمن الجد أنا أحيا لكن غصوني مخضرة تكبر تتسلق في حنق جدران الشمس المصفرة وتصارع ثعبان الليل. يعني هذه تمثل رؤية الشاعر. أنه رغم الجراح ورغم الانتكاسة ورغم النقوص في ذلك العصر في ذلك الوقت يعني في لدى الأمة العربية، إلا أن هناك غصون مخضرة. نعم. طبعا يكني بها لي عن المقاومة، أنه مهما بلغ الطغيان لابد أن تبقى هناك فئات تقاوم الظلم وتقاوم الاحتلال وتقاوم الغزاة، وهذه تعطينا لمحة أمل وتفاؤل نحتاجها في كل وقت أستاذ محمد. نعم جميل.
يعني هو كان متفائلا. نعم كان متفائلا جدا عندما ينظر إلى الأفق المدلهم. نعم نعم المشهد القاتم للأمة كان هناك لديه أمل، هناك بصيص من نور، هناك يقول يعني أوراقي مخضرة وأغصاني مخضرة. نعم هو في معظم أعماله الشعرية. نعم. وأصلا حتى يعني لابد للشعر أن يكون متفائلا، وإلا نعم. كيف يزرع الأمل في نفوس الناس؟ نعم أنا شخص عندما أكتب قصيدة يعني أحاول يعني أو تأتي معي تلقائيا النهاية لابد تكون تبث الأمل والفرح. إبراهيم السعافين ماذا درست له؟ حوار الحكايات. نعم. مجموعة شعرية جميلة جدا درست فيها الزمان والعنصر الزمان والمكان وارتباطهما بالحلم بحلم العودة. نعم. وأستطيع أن أقول إن الأستاذ إنه الدكتور الأستاذ الدكتور إبراهيم السعافين كشاعر هو شاعر وروائي حلم العودة الفلسطيني. نعم. لأنه لا تكاد مجموعة أو قصيدة موجودة لديه تخلو من حلم العودة لفلسطين. إذن أنت ركزت على جانب القضية في أغلب المجاميع التي درستها. تقريبا يعني. نعم. لأنه هي تبرز كذا ولكن ليس يعني الهدف القضية هي عبارة عن موضوع ولكن أنا أدرسها نعم. فنيا فعن في مجموعة حوار الحكايات نعم. لأستاذنا أطل الله بعمره ومده بالصحة والعافية الدكتور إبراهيم السعافين درست الزمان والمكان. نعم جميل. عند نكمل نعم. نكمل بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد ضيفي لهذه الحلقة الأديب والأكاديمي الأردني الدكتور أنور الشعر. أعود إليك دكتور أنور، كنا نتحدث عن أو حضرتك كنت تحدث عن تجربة إبراهيم السعافين. نعم يعني أنا درست فيها الزمان والمكان والحلم. نعم. بينما في المجموعات الأخرى يعني أحاول أن التركيز على القضايا الفنية وكيف يعبر الشاعر عن رؤيته. نعم. الموضوع يعني كما قال جحظ المعاني مطروحة في الطرقات. نعم. الكل يعرفها يعني عربي أو أعجم ولكن كيفية التعبير عن رؤيتنا وأفكارنا في القصيدة هذه تختلف من شاعر لشاعر آخر. نعم اللغة الصياغة أسلوب نعم جميل. نعم. من الأعمال النقدية أيضا كتاب النزعة الإنسانية في الشعر العربي المعاصر في فلسطين والأردن، أين تتجسد هذه النزعة؟ هذا الكتاب هو كتاب في النقد الأدبي درست فيه حوالي 100 مجموعة شعرية من الأردن وفلسطين وتمثلت في أبعاد النزعة الإنسانية مثلا حب الوطن والانتماء إليه والعمل على إعلاء شأنه والارتقاء به ومقاومة الغزاة يرتبط بذلك مقاومة الغزاة في فلسطين ومقاومة أشكال الظلم ومحاولة الارتقاء بالمواطن وأيضا تمثلت في الدعوة إلى الحرية والأخاء والعدالة والمساواة القيم الإنسانية الجميل وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروة بشكل عادل. وموضوع آخر أيضا أو ملمح آخر من ملامح النزعة الإنسانية عند الشعراء وهذا وجدتها في شعراء الأردن وفلسطين يعني أصلا هما هي وحدة واحدة. نعم. لا نستطيع أن نقول أنهما بلدان نعم. بلد واحد فلديهم كلوا تعبير عن حياة المنافي وما فيها من غربة وقسوة وتهجير وأيضا عن التعبير عن صمود الأهل في الأرض المحتلة نعم. وتعبير عن شعور الإنسان اللاجئ بالحنين إلى وطنه وتعبيره عن الحلم حلم العودة. طبعا الحلم أتحدث عن الحلم بالشقين الحلم العودة إلى فلسطين وحلم العربي الشامل نعم. بالارتقاء بالأمة إلى مصافي الأمم الأخرى. جميل أنك ركزت على الجانب الإنساني في هذا. نعم هي النزعة من الشعراء الذين شملتهم هذه الدراسة كثير حوالي أكثر من 60 شاعر. نعم. كيف استطعت أن تأخذ 60 شاعرا في كتاب؟ نعم هو هي هذا الكتاب مطور على رسالة الدكتوراه. نعم. فلجأت إلى قراءة موسعة. نعم. لأكثر حوالي عام أو أكثر وحصرت المجموعات التي تتحدث أو التي فيها ملامح النزعة الإنسانية. وتناولت نماذج لكل هؤلاء نعم. من شعرهم. نعم. نعم أكيد.
يعني كل الشعر يستوعب هذا الكتاب نعم استوعب نعم. حوالي 400 صفحة ومحكم وأقرته لجنة الدراسات المناقشة. نعم نعم جميل. أصدرت عدة مجاميع شعرية ومنها ما زال في كفي حجر. وواضح هو تمجيد لثورة الحجارة في فلسطين التي تواجه الآلة الحربية الجبارة الكيان الصهيوني. هناك من يرى أن لا فائدة من ثورة سلاحها الحجر أمام جيش غاصب يتسلح بأقوى ما أنتجته مصانع الحرب، كيف ترى؟ هذه المرحلة، مرحلة انتفاضة الحجارة، هي كانت مرحلة من سلسلة من الثورات التي قامت على الاستعمار البريطاني أولا قبل الاحتلال الصهيوني، بدءا من ثورة البراق عام 29 و900 و1000، وثلاثة ثورة 33 عام 33 عام 36، وبعد ذلك الاحتلال لفلسطين. طبعا حدث ركود في بعد احتلال فلسطين قليلا في المقاومة إلا ما ندر يعني جدا. تقصد عام 48؟ نعم عام بعد 48 نعم. كان بعدها هدوء لأنه يعني هيمنة الاحتلال كانت قاسية جدا، إلى أن ظهر جيل من الشعراء والأدباء العرب في فلسطين الداخل وبدأوا يخرجوا أصواتهم مثل محمود درويش وسميح القاسم. طبعا هذا الشكل المتاح كان لديهم للتعبير عن مقاومتهم للاحتلال. انطلقت حركة المقاومة بعد ذلك ومسلحة، ومع الزمن في عام 2000 جاءت لواء ثورة انتفاضة الحجارة. الحجر كان يتكلم في فلسطين أستاذ محمد، وطبعا هي عبارة عن صرخة، واستطاع هذا الحجر أن يواجه ترسانة الأسلحة أو يواجه العدو الصهيوني الغاصب المدجج بسلاحين مهمين. نعم. السلاح الأول سلاح الصمت العربي والعالمي. نعم. وهذا هو الأقوى الذي ساعدهم على كل ما يفعلونه في الأرض المحتلة. والسلاح الثاني هو سلاح ترسانة الأسلحة المدججة. لو كان صمتا لكان أهون على لكن العالم كله يساند هذا الكيان. نعم كيان غاصب. نعم للأسف بعض الأنظمة العربية صارت تجاهر نعم وتفاخر بعلاقتها مع هذا هذا الغاصب الكيان الغاصب. لا سبيل أمام شباب فلسطين كان إلا أن ينطلقوا بالحجارة، وكما قيل عن المرحوم خليل الوزير أبو جهاد أول الرصاص أول الحجارة. يعني لابد للمحتوى هذه التشريعات العالمية كلها أستاذ محمد تبيح للشعب الذي يخضع للاحتلال وللغزو أن يستخدم كل الوسائل المتاحة لمقاومة هذا الاحتلال. من ضمنها الحجارة كان السلاح. وهناك في شيء يعني نقطة لا يدركها كثير من الناس، أن عند الصهاينة وعند اليهود خوف ورعب من سلاح الحجر، لأنه في تاريخهم وفي موروثهم أن من يقتل بالحجر لا يدخل الجنة. جميل. إذن هناك رسالة. نعم رسالة. حمد الحجر لا ليست فقط أنه حتى يبين نعم الثائر هم يخافون. نعم. هو يعني أمام آلة حربية ونار وحديد وهو مستضعف في هذه البلاد، لكن هناك رسالة. نعم هناك رسالة. بالإضافة إلى ذلك عندما نرى طفل مثل فارس عودي يمتشق الحجر السلاح وفي قلبه الإيمان أنه سيرمي دبابة الاحتلال بالحجر وسيؤثر فيها، هذا أكبر مواجهة، ومواجهة هذا الطفل كانت أقوى من مواجهة جيوش جرارة. نعم جميل. يعني قلوبنا مع فلسطين وهو الجرح العربي أكيد. الأول والأكبر والذي هو يعني تجذر منه، وهذه الجراحة العربية الآن التي تمتد على مساحة الوطن العربي. يعني ودي أن نعطي مساحة أيضا للشعر، أنت حضرتك كتبت في الرواية والنقد والشعر، فنسمع منك قصيدة تكون مسك الختام لهذا. نعم هي بما أنه تحدثنا عن الحجر وعن المقاومة، يعني سأختار قصيدة لها علاقة بهذا الموضوع. جميل. وهي بعنوان عرين كنعان. هبين العشق أمي واحضنيني، وفي عينيك فجرا
دثريني هبين العشق ليلى واحضنيني أتوق إليك شوقا فانطريني متى أشدد رحالي أدنو سهما سيبزغ فجر حلمي فارقبيني سأنضو عن ذراع مشرفيا لعلي أنجز الوعد اليقيني وأمضي في سبيل الحق قدما وإن سملوا وإن قطعوا وتيني ولن أرضى عن الحلم المفدى ولو بتروا يساري أو يميني فذا وطني من الأجداد إرث فكنعان الذي أرسى عاريني ولو أبواق إفك الكون قالت سداسي الظلال ليسلبوني لما طأطأت قولهم هوان لمن يبكي على صلح مهين سراب يستكين لشبه طير ذليل خانع ماذا خديني فيا أمي لك العتبى فهذا زمان رويبضات لن تهوني على عهد الوفاء نعيش دوما فأنت العهد يا حلم السنين لك الأنظار تهفو حين نغدو رماحا حول زيتوني. شكرا جزيلا لهذه القصيدة الجميلة. الوقت انتهى. شكرا لك على هذا الحوار الشيق وهذا التطواف في آفاق الإبداع. حفظك الله. شكرا لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة الدكتور أنور الشعر. ودامت هذه الفضائية الجميلة فضائية الرافدين. شكرا بألف خير. شكرا لك. حفظك الله. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله.